قال لها انا سمع بودني قالت له ما حصلش ههرب من وراك وياه. كانت ولعت عليه النار في حله مرقه كده وكان شرب العريس بيقول اخذ سج السكينه من ايدها راح الصوابع كلها اتقطعت. اهلا بكم. قضيه النهارده غريبه حصلت في محافظه التقهليه بالتحديد قريه السماحيه الكبرى مركز بلاس. الغريب فيها انها تمت بعد الزواج بعشرين يوم. ايه اللي حصل؟ هي جريمة؟ جريمة قتل. ايوة زوج وزوجة. ايوة عرسان 23 يوم بالظبط. يبقى العروسة ما كانتش موافقة، بالعكس ده العروسة تحدت اهلها واتجوزته. يبقى الزوج اللي قتلها ابدا. ام ايه اللي حصل؟ اقول لكم اللي حصل. محمد من قرية اسمها قرية السماحية الكبرى مركز بلاس محافظة الدقهلية في السعودية شغال وبيوفر القرش على قرش، وزيه زي كتير من شبابنا اللي همه كله في الدنيا ان يكون اسره ويتجوز ويفتح بيت ويكون مسؤول عن زوجه واولاد. حقه، كل شبابنا نفسهم يعملوا كده. مفيش شاب بيخلص دراسته سواء كان مؤهل متوسط ولا فوق متوسط ولا مؤهل جامعي الا وبيتمنى انه بعد ما يخلص يلقى الوظيفه ويتجوز وربنا يرزق الاولاد ويعيش حياته وهكذا. الدنيا كلنا بنتمنى كده. فهو سافر محمد وحط القرش على القرش وكان بيحول لابوه كل ما ليه عشان ابوه يختار له عروسه. وقال له اخته يا اختي الفلوس اللي عند ابوك دلوقتي اتجوزني. قالت له يا حبيبي ده انت اللي محوله كتير، ده احنا نشتري لك شقه ونجهزها لك. قال لها بس الاول اختاري لي عروسه. قالت له ليك مواصفات معينه؟ قال لها ايوه. شوف يا اختي انا عايزها تكون طويله وبيضه وجسمها مليان وحلو. قالت له طيب عايزها منقبه؟ قال لها لا لا منقبه ولا مخمر، انا عايزها حلو يا ابني. قالت لا عايزها حلو. بالفعل اختارت له سهيلة. سهيلة عندها 23 سنة، بنت حلوة من قرية اسمها قرية الكردود. المهم جه العريس من السعودية شاف البنت وقعد معاها، الاتنين حبوا بعض والاتنين كانوا اخر انسجام. لكن ابو العروسة كان متشدد شوية في طلباته. الواد في السعودية وابو العروسة شايف ان هو كل ما يعزز على بنته وكل ما يدوس في الطلبات العريس يعرف قيمة بنته كويس. بالفعل كل ما ابو العريس ابو العروسه يقول حاجه العريس يقول حاضر حاضر. ابو العريس ما عجبوش الكلام ده، قال له لا يا ابني ما ينفعش، دي مش شرو ده طمعانيه. وحصلت مشاكل وكذا مره الموضوع كان بيتفشكل لغايه البنت ما قالت لابوها هتجوز ههرب من وراك واتجوز. يعني شفت وصلت قد ايه؟ البنت سهيله كانت مصممه تتجوز من محمد وتتحدى اهلها. واضطر ابو البنت ان هم يجوزوهم عشان البنت مصممه انها تاخد محمد وحبته. وفعلا الجوازة اتجوزوا وعدى اول اسبوع وتاني اسبوع وتالت اسبوع 21 يوم بالظبط جواز. يعني لسه في شهر العسل، يعني لسه في الهنا كله، يعني لسه بيلبوا نداء الجسد صبح وظهر وليل ومش شبعانين من متع الدنيا، يعني لسه عرسان فرحانين بالجواز. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان العريس كان بيخرج يروح لانه قاعد في نفس البيت بتاع ابوه، هو في الشقة اللي فوق وابوه في الشقة اللي تحت، بيقعد مع ابوه كتير. المهم الواد طلع على عروسته، العروسه مش واخده بالها ان باب الشقه مفتوح، لقاها بتكلم واحد في التليفون وقاعده تضحك معاه وازيك يا حماده وعامل ايه يا حماده ووحشني وخلاص اتجوزت وانساني بقى وما تنسانيش بقى. العريس اتجنن، انت بتكلمي مين؟ قالت له ما بكلمش حد. قال لها انا سامع بودني. قالت له ما حصلش. نزل فيها ضربة عشان سمعها بتتكلم في التليفون. مين اللي بيحكي الموضوع ده كله؟ اخت العريس. فالمهم دبت المشاجره. المهم الاهل قالوا خلاص للعريس تعالى انزل تحت، المشكله يا عم واحده بتتكلم في التليفون انت مش عارف مين بتكلم، اخوها يمكن بتكلم واحد كانت تعرف وخلصت العلاقه منه كان بيعاكسها يمكن انت ليه دايما بتوقع الشر ودماغك بتروح شمال؟ ده هي تحدد، انت نسيت ان تحدد اهلها، انت نسيت ان وقفت قدام ابوها عشان خاطرك، انت نسيت ان هي قالت لك بحبك ولو انت اخر واحد في الدنيا دي مش هسيبك غير لما اخدك. في ايه يا جماعه؟ هو انت نسيت ده كله؟ المهم الشاب هدي وقال خلاص يا جماعة انا هطلع دلوقتي اراضيها. بالفعل دخل لسه خبط على الباب فتحت له الباب، لسه بيكلمها لقاها جابت السكينة وراحت في ظهره خبطها اول خبط. العريس بيقول اخ بيسد السكينة من ايدها راحت صوابعه كلها اتقطعت. طلعت السكينة من ايده راحت نغزاه في صدره تاني خبطة تاني. كله ده عشان خبطة ايه؟ ده طلع ايه صالحك؟ قالت لا مدام بيتبلى عليا ويقول لابوه والام والاخوات ان انا كنت بكلم واحد في التليفون يبقى ما لازم يموت، لازم يموت هي بنتي. بيشوه سمعتي، بيشوه سمعتك ايه؟ ده جوزك، ده اي حاجه تصيبك انت
في وشه هو، اي كلام يتقال عليك انت في وشه هو، اي حد يمس سمعتك انت في وشه هو، لانك انت عرض وشرف وانت كل حاجه. ما دام الراجل اتجوز الست كل ما يتعلق بالست يتعلق به هو، اي حاجه تمس الست لو ترابه جت في عينيها اكنها جت في عينيه هو، لان انت اصلا هو. الزوج والزوجه كده عندنا في مصر مش كيان مستقل. الزوجه لما بتتخانق في شغلها جوزها بيروح لها شغل يتخانق مع زميلها ويقول له ليه هي ملهاش راجل. يا جماعه احنا فاهمين الموضوع ازاي؟ البنت ما سابتش الزوج غير لما بهدلته. الزوج فضل يسحب على السلم وينادي الحجني يا بايا الحجني يا بايا الحجني يا بايا، وهو في اجازه في السعوديه ده جاي عشان يتجوز ويسافر. الاب من غير ما يسال وشال ابنه بسرعه وجرى على المستشفى، دخل العنايه المركزه شالوا له الكليه اليسرى كامل، قال لك ده تهتك في الكلى اليسرى لازم تشال فورا، صوابعه انتهت، الخبطه اللي في صدره منتهي. يا جماعه ايه ده كله؟ مين اللي شرحه كده؟ روحوا البيت عشان يعرفوا ايه الموضوع. لقوا الزوجه مش موجوده والشقه كلها دم، حاولت تمسح الدم اللي في الشقه ما عرفتش، هربت خدت توك توك وهربت، راحت عند اهلها في قريه اسمها قريه الكردود. ليه؟ ده انت لسه عروسه 23 يوم، اصله سبني في عرضي، سبني في شرفي، سبك في عرضك وشرفك. هربت طبعا، لكن كفاءه رجل الشرطه في محافظه الدقهليه مركز بلقاس تم القبض عليها، وشرحت ممثله الجريمه وقالت هو سبني في عرضي وشرفي وقال لي اني بكلم شباب في التليفون وانا اللي ممرش عليا 21 يوم جواز، ما دريتش بنفسي غير وانا فاتحه له الباب وماسكه السكينه من ورايا، ما كنتش اعرف انه جاي يعتذر لي ويصالحني، انا كنت تهيالي هيطلع يطلعني، فقلت اخلص عليه عشان فضحتي قدام اهلي وقدام ناسي وقدام اهله وقدام ناسه، فكنت لازم اقتله عشان اعلن براءتي وشرفي من التهم اللي هو قالها. طيب ده كلام يتقال عروسة ما عداش عليها 21 يوم، وقبل كده جبنا قضايا معظمها بتتم في أول أسبوع من الجواز، ما بقاش طلاق خلاص، مدة الطلاق من أول أسبوع ما بقتش موجودة، موجة الخلع من أول أسبوع وتاني أسبوع ما بقتش موجودة، بقت فيه لغة السكينة، السكينة ونخلص، احنا لسه هنروح محاكم ولسه نرفع قضايا ولسه هنعمل خلع، طب ليه؟ ما نطعن ونغز ونخلص، اقطع عرق وسيح دم، خروف بنذبحه ونخلص منه. ايه اللي بيحصل؟ في حاجه مش مظبوطه في المجتمع، لازم الاطباء والاخصائيين النفسيين يحددوا لنا ايه اللي حصل في المجتمع. من 50 سنه ما كانش بيحصل كده، من 30 سنه ما كانش بيحصل كده، اشمعنى الايام دي كتر القتل وكتر الشذوذ وكتر كل المصايب دي، وعروسه عندها 21 يوم، ما كملتش 21 يوم في بيت جوزها، مجرد ان جوزها قال لها انت بتكلمي مين في التليفون تخلص عليه. صحيح الاطباء قالوا ان هو تحت في العنايه المركزه بين الحياه والموت وحالته صعبه جدا، لكن هو منتهي، شالوا له الكليه اليسرى بالكامل، اصابعه طعنه في الصدر طعنه في الجنب، ده سوته سوته. اما لو كانت قفشها في اوضه النوم مع واحد كانت عملت فيه ايه؟ كانت كلته، كانت طيبته وكلته، كانت ولعت عليه النار في حله مرأة كده وكانت شربت. ايه الفجر؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي غريبة جدا وده بيحصل في قرية صغيرة في الدهالية، اما لو في مدينة او في مركز او في العاصمة الكبرى بناتنا هيعملوا ايه في شبابنا؟ بعد 21 يوم جواز يحصل الجريمة البشعة دي؟ وهي اللي تحدت اهلها واخدها عن حب، تحدت اهلها وقالت له هاخده وهتجوزه لو ما فيش غيره مش هسيبه. اما لو كانت واخدها عن كر او واخدها وهي مجبورة او اهلها ضغطوا عليها، امها ضغطت عليها، ابوها كان ضغط عليها، كانت عملت في العريس ايه لما هي شركت العريس كده وهي اللي تحدت اهلها عشان تتجوزه؟ هل ممكن يكون صعب عليها ان هي زعلت اهلها وتحدتهم عشان تتجوزه وهو ما صنش حاجة زي كده؟ هل ممكن يكون صعب عليها ان هي انا بعد ما حبيتك الحب ده كله وعملت معاك ده كله جاي بتتهمني ان انا بكلم شباب في التليفون؟ هل ممكن تكون عملت ده كله لما صعبت عليها نفسها ان هي الشريفة العفيفة وان دي تهمة جوزها ظلمها فيها؟ هل ممكن تكون عملت ده كله عشان هي حست ان جوزها ممكن يتخلى عنها ويطلعها فعلا؟ هل ممكن تكون عملت ده كله عشان حست ان هو بيتها تخرب وهي لسه عروسة وكلام الناس مش هيسيبها؟ لكن هل معنى ده كله ان هي تقتله تذبحه؟ هل ده مبرر ان هي تعمل ده كله؟ كانت ممكن تعمل زعلة وتروح عند بيت اهلها، ما حدش كان هيقدر يقول لها، هي هتقول لك يا باي ده قال لي ان انا بكلم في التليفون وظلمني، وكان كل الناس هيقفوا معاها على فكره عشان خراب البيت،
لكن للأسف استعجلت وخدت القرار ونفذت وضربت مين؟ شريك حياتها اللي بتحبه. عملت فيه ايه؟ شالت له الكلى، قطعت له صوابعه، طعنته في الصدر، والولد بين الحياة والموت. والأطباء بيقولوا لو حصلت معجزة هيطلع، بس هيطلع عاجز. كله ده ليه؟ عشان ايه؟ ضغطوا عليها اهلها؟ ابدا، ده واخدها عن حب، لكن عشان قال لها انت بتكلمي مين في التليفون. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.